بينما يستمر قطاع الزراعة في النمو يزداد تأثيره على البيئة أيضاً. لا تزال رعاية الحيوانات موضوعاً غير ذي أهمية، رغم رغبة غالبية السكان في ألمانيا مثلاً في تغيير ذلك. على المستوى الحكومي ليس هناك أي تحرك، فلماذا؟ هل جماعات الضغط قوية جداً؟ إنها ناشطة في قطاعات سياسية أخرى أيضاً، فما هو الأمر المختلف في القطاع الزراعي؟ سلط بحثنا الضوء على شبكة من المصالح والصلات تحافظ عليها شركات وشخصيات ذات نفوذ وسياسيون. هناك الكثير على المحك. بينما يتم التفاوض على الدعم الزراعي بمليارات اليوروهات في بروكسل، تتعرض ألمانيا لضغط من الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على فيضان السماد السائل في حقولها. من الذي يتحكم باللعبة خلف الكواليس؟ في بروكسل يتظاهر المزارعون ومجموعات حماية البيئة من مختلف أنحاء أوروبا خارج مقر المفوضية الأوروبية للدعوة لتغيير السياسة الزراعية. جمعوا 100,000 توقيع في عريضة تطالب بدعم المزارعين لإنتاج الأغذية بطريقة صديقة للبيئة. توقيت المظاهرة لم يحدد بالصدفة، فالاتحاد الأوروبي يتباحث حالياً حول تخصيص دعم زراعي سنوي يصل إلى 55 مليار يورو. مارتن هاوسلينغ عضو في البرلمان الأوروبي وهو نفسه مزارع عضوي، قام السياسي من حزب الخضر الألماني طيلة سنوات بحملات للحصول على إعانات من أجل مكافأة الممارسات الصديقة للبيئة، لكن أصحاب المصالح في القطاع يدافعون عن امتيازاتهم. من ناحية هناك مصالح قوية لجماعات الضغط، ليس الأمر وكأن الزراعة لا تدر الكثير من المال في أوروبا، إنه قطاع أعمال مربح. الصناعة الغذائية تعد واحدة من أكبر قطاعات التصدير في الاتحاد الأوروبي، وقادتها بالطبع متحمسون لضخ الاتحاد الأوروبي الكثير من المال في القطاع الزراعي. مارتن هاوسلينغ ينتقد استخدام أموال دافعي الضرائب في دعم الشركات بشكل مباشر. ما يريد أن يراه هو أن تخدم هذه المليارات من اليوروهات المجتمع ككل. هناك جدل في البرلمان الأوروبي منذ شهور حول توزيع الدعم الزراعي. إنه يشكل الجزء الأكبر من ميزانية الاتحاد الأوروبي، 55 مليار يورو سنوياً. وجماعات الضغط القوية تطالب بحصتها. السؤال الهام هو، مصالح من سوف تسود؟ في البرلمان الأوروبي، مارتن هاوسلينغ عضو في فريق التفاوض عن حزب الخضر حول المواضيع الزراعية، وهو يستعد حالياً لنقاش الغد. يقوم هو وهانس لورنزن، وهو مستشار كبير في التنمية الزراعية والريفية، بمراجعة الاستراتيجيات لأجل النقاش. يجب أن يخاطب نهجنا التحديات التي تواجه القطاع الزراعي عموماً في الوقت الراهن، كعدم خصوبة التربة والتنوع الحيوي. الأمر الذي سينكرونه. بالتأكيد، ولهذا السبب علينا أن نؤكد عليه أكثر. الأرقام والوثائق الداعمة موجودة، وتقييم المفوضية صحيح. إذن لماذا لا نقوم أخيراً باتخاذ إجراء؟ يجب أن يفي ذلك بالغرض. هل يمكنك القيام بهذا خلال دقيقتين؟ لدى مارتن هاوسلينغ دقيقتان لتقديم حججه الأكثر أهمية إلى الأعضاء الآخرين في البرلمان الأوروبي. هناك درجة من الغضب في حججي، من السخافة أنهم لا يزالون لا يفهمونها. لدينا الكثير من الأدلة على أن هذا الشكل من الزراعة سوف يسبب دمارنا، وهناك أشخاص يجلسون هناك ويقولون لا، كل شيء على ما يرام. لو تمكننا من تفسير الأمر بطريقة مختلفة سوف يفهمونه. إنها الأمسية التي تسبق الجولة الأولى من المحادثات. مصالح أي جانب سوف تبرز في النقاش ولماذا؟ في الصباح التالي، العضو الألماني المحافظ في البرلمان الأوروبي ألبرت ديس يستعد أيضاً للنقاش. ديس هو أيضاً رئيس لشركة بايرن لاند، وهو أحد أكبر منتجي الألبان في ألمانيا.
لديه نظرة متشككة في الاستثمارات في حماية البيئة. أجد أن النقاشات التي تدعو إلى أن يصبح القطاع الزراعي أكثر مراعاة للبيئة خاطئة بالكامل. إذا قلنا إن 20% من الأرض يجب أن تكون مخصصة للبيئة، سوف ينتج عن ذلك نقل الإنتاج إلى مناطق زراعية بديلة في جميع أنحاء العالم. يقول بأنه عندما يتم استخدام الأرض للزراعة العضوية، سوف يبحث المنتجون بشكل حتمي عن مواقع في أماكن أخرى. يريد ألبرت ديس أن يرى الوضع الراهن مستمراً، حيث يتم منح التمويل على أساس الهكتار. مكتب ديس على بعد مرمى حجر من مكتب العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماريا نوشيل. إنها تنتقد توزيع أموال دافعي الضرائب على أساس المساحة ودون أي شروط مرفقة. السؤال الهام هو من من المزارعين يجب دعمه؟ والإجابة بالنسبة لي واضحة، الأموال العامة لأجل المصالح العامة. يجب أن تحصل على المال ليس فقط لأنك تملك أرضاً، بل اعتماداً على ما تفعله بها. يجب أن تتم مكافأة النشاط وليس الملكية. هناك معسكران واضحان هنا، تفضيل السياسات التي تصب في مصلحة البيئة والمصلحة العامة، أو تلك التي تعني كلما امتلكت المزيد من الأراضي دفع لك المزيد من المال. يتجه الطرفان المختلفان إلى اللجنة الزراعية. سيكون مارتن هاوسلينغ حاضراً أيضاً، وسوف يواجه خصوماً أقوياء. لو لم تكن صناعة الأغذية وممثلها في البرلمان هنا بهذه القوة، أعتقد أن الأمور ستأخذ اتجاهاً آخر. تعتمد صناعة الأغذية على القدرة على المنافسة في أسواق التصدير بأسعار مناسبة مدعومة في جميع المجالات عن طريق المدفوعات المباشرة. يريد مارتن هاوسلينغ أن يرى سياسة زراعية صديقة للبيئة، تعكس حججه مواقف مجموعات حماية البيئة والمستهلك. في اللجنة الزراعية تتم صياغة سياسة الزراعة في الاتحاد الأوروبي. أي جانب سوف يحصل على مراده؟ ألبرت ديس هو المدير التنفيذي لشركة كبيرة للألبان. مارتن هاوسلينغ مزارع عضوي. وماريا نوشيل معلمة سابقة. فيل هوغان هو المفوض الأوروبي للتنمية الزراعية والريفية، وهو من المدافعين عن الدعم القائم على المساحة. يتضمن ذلك ضمان مستوى المعيشة الكامل للمجتمع الزراعي، وبشكل خاص عن طريق زيادة دخل العاملين في الزراعة. ثم يعبر مارتن هاوسلينغ عن آرائه. اقتراح ضعيف من المفوضية، ويبدو أن الأمر يزداد سوءاً. المادة الوحيدة المتبقية هي عدة عناوين وهمية. هل سيتمكن مارتن هاوسلينغ من إقناع زملائه؟ سوف نعود إلى بروكسل لاحقاً لمتابعة النقاش. هنا في مكاتبنا في كولونيا، أردنا أن نكشف من الذي يتحكم باللعبة وراء الأبواب المغلقة. هل جماعات الضغط في الصناعة تحدد السياسة الزراعية؟ وإذا كانت تفعل ذلك فكيف؟ وجدنا بالصدفة وثيقة كاشفة. قبل 4 أعوام خلص المجلس الاستشاري العلمي التابع لوزارة الزراعة الألمانية إلى أن السياسة تتأثر بشدة بمجموعات الضغط الفعالة التابعة للقطاع الزراعي وصناعة الأغذية. كيف يؤثر هذا على المزارعين؟ وكيف تطورت الأمور؟ قررنا إجراء بحث على أرض الواقع. من بين القضايا البيئية المطروحة تلوث المياه الجوفية. من المعروف منذ أعوام أن السماد السائل الفائض في الحقول يلوث ماء الشرب بالنترات. تهدد بروكسل ألمانيا اليوم بغرامات تصل إلى 850,000 يورو لكل يوم إلى أن تخفض الدولة استخدام السماد السائل. رتبنا للقاء في أحد الأماكن في شمال الراين وستفاليا التي تحتوي على نسبة مرتفعة من إنتاج السماد السائل. كيف يتعامل المزارعون مع المشكلة؟ هذه المزرعة ملك لمارتن رامشولت. إنه يربي الخنازير منذ 40 عاماً. عندما وصلنا كان يستعد لتوصيل الحيوانات إلى المسلخ. يقول إنه يحصل على 20 يورو مقابل كل خنزير. في بعض الأعوام يصل الربح إلى 6 يوروهات فقط.
لا يمكنك أن تكسب المال، الحساب بسيط للغاية. الآن أحصل على 20 يورو مقابل كل خنزير، وإذا بعت 1000 خنزير في العام كل ما سأحصل عليه هو 20,000 يورو. هذا هو الدخل لعائلتي، ولا أحصل على ما هو أكثر من ذلك. 20,000 يورو مقابل عام واحد من العمل الشاق. قد يكون مارتن رامشولت جزءاً من صناعة تكسب المليارات، لكنه لا يحصل على الكثير. حالياً لدينا القدرة على تربية 850 خنزيراً. إذا أردنا الاعتماد فقط على تسمين الخنازير في كسب عيشنا، ينبغي أن تتوفر لدينا مساحة لأجل 4,000. هذا جنون، فهذا يعني أنه يجب توزيع المزيد من السماد السائل. إنه يعاني في الأصل من كمية السماد في مزرعته، بالرغم من أنه يمتلك حقولاً مملوءة بالمحاصيل، إلا أنها لا تزال غير كافية للتخلص من كل فضلات الحيوانات. خزان السماد السائل مملوء حتى الحافة كما يرينا. لدينا في الأصل الكثير من السماد لأجل حقولنا. يجب أن تتم إزالة 300 متر مكعب ونقلها بعيداً، لأن لدينا الكثير من الخنازير. ينتهي المطاف بالسماد الفائض على بعد عدة مئات من الكيلومترات في حقول مزارعين آخرين. السماد السائل بحد ذاته قيم، لكن هناك الكثير منه ببساطة. أي نوع من الأنظمة هذا الذي لا تساوي فيه قيمة الخنزير شيئاً عملياً؟ يعيش صغار المزارعين عند مستوى الكثاف، والكميات الكبيرة من السماد السائل تلوث باستمرار مياه الشرب في ألمانيا. كل خنزير يوصله مارتن رامشولت إلى المسلخ يزن الوزن المخصص للذبح، وهو حوالي 100 كيلوغرام. متوسط سعر لحم الخنزير في الأسواق المركزية الألمانية هو 6.70 يورو لكل كيلوغرام. كل عام يتم ذبح نحو 65 مليون خنزير في البلد. إنه سوق بالمليارات، وهو يدر الربح على الشركات. تكسب الصناعة الكيميائية المال من الأدوية والمبيدات الحشرية، وقطاع اللوازم الزراعية من خلطات العلف والأسمدة، والصناعة المالية الزراعية من قروض الآلات الزراعية وحظائر الحيوانات واسعة النطاق، وصناعة اللحوم من الذبح والمعالجة، وأخيراً قطاع التجزئة من بيع المنتجات الغذائية الناتجة. ويستمر الإنتاج في الارتفاع. ألمانيا الآن هي ثالث أكبر مصدر للأغذية في العالم. من أجل النجاة، يقول مارتن رامشولت، إنه ينبغي عليه أن يتوسع، الأمر الذي سيعني أولاً الغرق في الديون، وهو لا يشعر بالكثير من الدعم من اتحاد المزارعين. ليس لديهم اهتمام بصغار المزارعين. إنهم يهتمون فقط بكمية الأغذية التي يمكنهم بيعها، وبالحفاظ على مصانع أغذية الحيوانات تعمل. يجلس الناس الذين يمثلون الاتحاد أيضاً في مجالس إدارة الشركات الكبيرة، بما في ذلك التعاونيات والمسالخ وشركات التأمين. لا يمكنني استيعاب هذا. لدينا أشخاص في الاتحاد يعملون في الوقت نفسه لدى الشركات الكبرى. رداً على استفسارنا، شدد اتحاد المزارعين الألمان على أنه يمثل مصالح صغار المزارعين أيضاً. تستمر الصناعة الزراعية في تحطيم أرقام قياسية جديدة في المبيعات، لكن ما هو الثمن الذي يدفعه عامة الناس؟ محطتنا التالية في ولاية ساكسونيا السفلى، حيث نلتقي بإيغون هارمز من محطات مياه أولدنبورغ. إنه يتابع منذ أعوام مستويات النترات شديدة الارتفاع في الماء أسفل التربة. 5.20. نحن قلقون جداً من أن التلوث الذي نراه الآن تحت السطح سوف يتسرب في مرحلة ما بشكل أعمق إلى المستوى الذي نحصل منه على مائنا. اعتماداً على قياساته، عالم المياه قادر على حساب كيفية تدهور نوعية المياه الجوفية في المستقبل. ما هو رأيه حول نهج الحكومة؟ بدل إدراك المشكلة باكراً والعمل معنا على الحلول، قالوا بشكل تقليدي إنه لا توجد مشكلة في النترات، ولا يزال عدد قليل منهم يدعي ذلك. والآن يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات، لذا لا بد من اتخاذ إجراءات. نرافقه إلى المختبر، حيث سيقوم بفحص آخر عينة لديه. يصنف الكثير من النترات في مياه الشرب على أنه مسرطن، مع تعرض الأطفال الصغار للخطر بشكل خاص. قد تصبح أجهزة تنقية الماء مكلفة ضرورية قريباً، لكن ذلك يعني مضاعفة سعر الماء في بعض المناطق، وفق جمعية صناعة إدارة الطاقة والماء. ما
ما هي نتيجة العينة هذا اليوم؟ 119.6، أقل بقليل من 120 ميليغراماً لكل لتر، أكثر بمرتين من الحد المسموح. زملاؤه في أماكن أخرى في ألمانيا يكشفون أيضاً عن مستويات خطيرة مماثلة. يطالب المسؤولون في محطات المياه باتخاذ إجراءات. عندما يتعلق الأمر بالنقاش حول القوانين الأكثر صرامة التي نحتاج إليها لأجل السماد، نجد أنفسنا باستمرار في مواجهة لوبي القطاع الزراعي. تمكنوا منذ أعوام من منع الشروط الأكثر صرامة. هل يمكن لتجديد قانون الأسمدة في ألمانيا أن يحافظ على مياه الشرب آمنة في البلد؟ إنه نقاش فيه الكثير على المحك. السماد الأقل سيولة يعني خنازير أقل، الأمر الذي بدوره ستكون له عواقب على الصناعة بأكملها. فشلت الحكومة الألمانية منذ أعوام في الاتفاق على حل. من الذي يؤثر في الواقع على السياسة الزراعية؟ هذا هو السؤال الرئيسي. هل يتعرض السياسيون إلى الكثير من النفوذ وسط هذه المصالح المتعارضة؟ بحيث عليك أن تسأل عما إذا كانوا يتصرفون بصدق مع أخذ عامة الناس بالاعتبار؟ ما هي المصالح التي يمثلها السياسيون المؤثرون؟ ألقينا نظرة عن كثب على النقاشات حول تشريع الأسمدة. تعرف الحكومة منذ أعوام أن عليها تصرف، على الأقل بسبب ضغط الاتحاد الأوروبي حول مستويات النترات المفرطة في المياه الجوفية. مع ذلك تم تأجيل التعديلات مراراً وتكراراً. في عام 2016 بدأت اللجنة الزراعية في البرلمان الألماني في دراسة مقدار السماد السائل الذي يجب السماح به في الأراضي الزراعية. من بين الحاضرين في اجتماع اللجنة واحد من أشهر العلماء في اختصاصه، والذي قام بحساب مقدار النيتروجين الذي يحتاجه النبات للنمو من السماد السائل أو الأسمدة الصناعية. مرحبا بكم جميعا. أرغب بأن أقدم لكم المتحدث الخبير الأستاذ فريدهلم تاوبي من جامعة كريستيان ألبريشت في كيل. قام فريدهلم تاوبي بإجراء تقييم مع 30 عالما آخر، قام بحساب مقدار النيتروجين الذي يحتاج إليه نبات مثل الذرة للنمو. وصل الباحثون إلى 150 كيلوغراماً من النيتروجين لكل هكتار، نفس الرقم الذي يوصي به الأستاذ تاوبي في الجلسة. لكن بعد انتهاء الحدث بوقت قصير، نصحت اللجنة بدل ذلك ب 200 كيلوغرام من النيتروجين لكل هكتار، أي أكثر بكثير مما يستطيع النبات امتصاصه من الأسمدة وفق تقرير الخبير. يتسرب الفائض إلى المياه الجوفية بشكل نترات. تم الاستماع لآراء العلماء، لكن لم يتم تبني النتائج التي توصلوا إليها. من الصعب للغاية بالنسبة إلى عالم أن يرى أن الاتفاقات والالتزامات التي تم التعهد بها في إعداد وتنفيذ تشريع القوانين بعيدة كل البعد عن الرأي العلمي والبصيرة. بعد عامين نلتقي بالأستاذ تاوبي من جديد. يقول بأن تعديل مستوى النترات في الجلسة كانت له عواقب هائلة. يستطيع المزارعون الآن استخدام هذه الكمية الإضافية من الأسمدة. لم يكن هذا على الأجندة من قبل، وقد تسرب إلى هذه المفاوضات في النهاية. ما نريد معرفته هو كيف حدث هذا الأمر الواقع. أولاً، من كان يعمل على تشريع القوانين في البرلمان الألماني؟ يجري الإعداد للقانون وراء الأبواب المغلقة هنا في اللجنة الزراعية. هنا يتم اتخاذ القرارات حول كيفية الاحتفاظ بالحيوانات وإنتاج الأطعمة. يتبين أن نصف البرلمانيين في اللجنة لديهم صلات مباشرة بالزراعة. لدى نسبة كبيرة منهم أيضاً مناصب رفيعة في صناعة الزراعة أو جمعية المزارعين أو في القطاع المالي الزراعي، وتلك النسبة مرتفعة بشكل خاص في المجموعة البرلمانية المحافظة. ما الذي قاله وفعله هؤلاء الأعضاء في البرلمان في اللجنة عام 2017؟ أعضاء اللجنة يكشفون ما وقع وراء الأبواب المغلقة. كان فريدريش أوستندورف من حزب الخضر واحداً من الذين شهدوا على المفاوضات بشكل مباشر.
كل ما فعله الأعضاء في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي كان المماطلة، قاموا بنسف كل شيء، كانت عملية لا نهاية لها. ونحن في المعارضة حصلنا على صورة جيدة للأحداث، لأن الزملاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي كانوا يأتون ويشتكون لنا، قالوا لنا بأنه لا يمكن تخيل مدى صعوبة سير المفاوضات والتوصل إلى أي اتفاق. فيلهلم بريسماير من الشريك الأصغر في الائتلاف أي الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان مشاركاً في المحادثات، يقول بأنه كافح لوقت طويل وبشدة من أجل تشريع أكثر صرامة على الأسمدة. أشعر بأنني فاشل نوعاً ما، لأنه كان من الممكن أن أقوم بما هو أفضل. من كان أعداؤك؟ زملائي من الاتحاد الديمقراطي المسيحي وأيضاً من مجموعة المصالح وراء الكواليس الذين يتم تمثيلهم هناك في هذه المفاوضات. كان هناك أيضاً تضامن قوي بين اتحاد المزارعين والاتحاد الديمقراطي المسيحي. الكثير من الزملاء أعضاء أيضاً في الاتحاد. هناك قضايا مطروحة هامة جداً وقد فرضوا نفوذهم. هل الأعضاء في اللجنة الزراعية منحازون إلى مصالح الصناعة؟ فيلهلم بريسماير يتكلم بصراحة. فرانز جوزيف هولزنكامب ويوهانز رورينغ عضوان محافظان بارزان في البرلمان مرتبطان بالزراعة، لم يكونا من بين الذين شجعوا على التشريع التقدمي للأسمدة. بدل ذلك عطل الإجراءات بشكل كبير، وكانا يزعمان في كل مرة أنهما يحميان مزارعهما، أصف ذلك بحماية مصالحهما في الأعمال. في ذلك الوقت كان فرانز جوزيف هولزنكامب رئيس مجموعة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في اللجنة، يوهانز رورينغ هو خليفته. في فبراير 2017 صوت البرلمان الألماني على تشريع الأسمدة. ألقى فرانز جوزيف هولزنكامب كلمة وكان واثقاً من الناصر. هذا شيء جيد وأيضاً لأجل المستقبل، أطلب منكم جميعاً أن تصوتوا لصالحه، شكراً لكم. تم إقرار التشريع بأغلبية من الحزبين المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي. بعد ذلك بوقت قصير أعلنت بروكسل ردها، لم تكن التعديلات مناسبة لحماية مياه الشرب. شعر الاتحاد الأوروبي بالقلق وهدد بتغريم ألمانيا منذ ذلك الوقت. عاد فريقنا إلى كولونيا، نحن الآن في عام 2019، يتحول بحثنا الآن إلى المصالح وراء الكواليس التي كان لها تأثير على التصويت في برلين. كم عدد السياسيين الذين لديهم صلات بالصناعة؟ وما هي الشركات التي يعملون لديها؟ يساعدنا غويدو نيتشفيتس باحث من جامعة بريمن قام بتحليل شبكة العلاقات في القطاع الزراعي، ألقى نظرة عن كثب على البرلمانيين والمسؤولين ورؤساء جمعيات الصناعة، وجمع أكثر من 90 ملفاً من مجموعة لحماية البيئة. ما الذي توصل إليه؟ النفوذ عند المستوى الحكومي على الأقل في القطاع الزراعي يمارسه أفراد لديهم مجموعة مختلفة من الوظائف، أفراد لديهم مناصب مختلفة، إنهم ممثلون عن جمعيات في القطاع الزراعي، متجذرون في الأعمال الزراعية ويشغلون مناصب بشكل مثالي في مجالس الإدارة المشرفة في شركات الإنتاج الزراعية أو مجموعات صناعية معينة. يمكنهم هذا من ممارسة النفوذ والتأكد من تحقيق مصالحهم أيضاً في اللجان الزراعية في أوروبا وفي برلين. ذلك التقييم يمكن أن يصنف فرانز جوزيف هولزنكامب على أنه متعدد الوظائف. كان تعديل الأسمدة هو المادة الأخيرة في التشريع الذي ساعد في تقديمه قبل الانتقال كلياً إلى الصناعة. هو الآن رئيس لأكبر مجموعة تمثل التعاونيات الزراعية، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة جمعية تمثل شركات، إضافة إلى مدراء تنفيذيين من شركة باير وغيرها من عمالقة الزراعة. عندما كان يفاوض حول التشريع الجديد للأسمدة في البرلمان الألماني، كان هولزنكامب عضواً في مجلس الإدارة المشرف في شركة أغرافيس، واحدة من أكبر منتجي السلع الزراعية في ألمانيا. فكرنا بأن نجري بحثاً حول شركة أغرافيس والمصالح التي تمثلها. للشركة التجارية منصة بارزة في هذا المعرض التجاري في مونستر. تصل مبيعات شركة أغرافيس إلى 6 مليارات يورو سنوياً من أغذية الحيوانات والبذور والمبيدات الحشرية،
وهذا بشكل أساسي كل ما تقدمه الصناعة الزراعية إلى المزارعين، كما أن لديها فرعاً للأسمدة القائمة على المعادن والنترات. في عام 2016 حذر تقريرها السنوي الإداري من أن التشريع الأكثر صرامة حول الأسمدة سوف يؤدي على الأرجح إلى تراجع كبير في الإيرادات. كان السياسي فرانز جوزيف هولزنكامب في ذلك الوقت عضواً في مجلس الإدارة المشرف على شركة أغرافس. أدرج الموقع الإلكتروني للبرلمان الألماني أنشطته غير الحكومية أثناء عملية التفاوض على التعديل التشريعي الأكثر أهمية. منح هولزنكامب مكافأة على شكل ارتقاء في الراتب من مستوى 2 إلى المستوى 3. أصبح يكسب الآن ما يصل إلى 15 ألف يورو شهرياً بدل المبلغ السابق الذي وصل إلى 7000 يورو كحد أقصى. أهي مصادفة؟ بينما لم يكن لديه وقت لإجراء مقابلة، قدم رداً مكتوباً على أسئلتنا جاء فيه: لا أعرف من أين جاءت الأرقام المذكورة، الوظائف الثانوية مسموح بها بموجب التشريعات التي تحكم البرلمانيين، سؤالنا حول تضارب المصالح بقي دون إجابة. تقاعد هولزنكامب من السياسة عام 2017 ليركز بالكامل على عمله في قطاع الأعمال الزراعية. خلفه في اللجنة الزراعية يوهانز رورينغ. إنه مثل هولزنكامب يعمل لدى أغرافس وكان حاسماً في صياغة التعديل على الأسمدة. يعتبر الرجل متعدد الوظائف واحداً من أكبر أصحاب الدخل المرتفع في البوندستاغ. من هو يوهانز رورينغ؟ اكتشفنا أن معظم تعييناته في الصناعة جاءت بعد أن أصبح المتحدث باسم حزبه في اللجنة الزراعية. إنه يشغل حالياً 15 منصباً في شركات مختلفة وجماعات الضغط والقطاع المصرفي. لنذكر بعضها فقط: رورينغ عضو في مجلس الأمناء في كفاليتيت أوند زيشرهايت، وهي شركة مسؤولة عن التأكد من جودة وسلامة المعايير في قطاع الأغذية. منصب أساسي آخر: رئيس الفرع الإقليمي لجمعية المزارعين. الشخص نفسه عضو في مجلس الإدارة المشرف في ديزيت هيب، وهو مزود رائد للخدمة المالية العقارية في ألمانيا، وعضو في مجلس الإدارة المشرف في LVM، وهو قسم المعاشات التقاعدية في مجموعة التأمين. يعمل يوهانز رورينغ أيضاً لدى موارد الأسمدة أغرافس في مجلسه الاستشاري. طلبنا من رورينغ إجراء مقابلة، لكن لم يكن لديه الوقت أيضاً بسبب التزامات في الجدول. سؤالنا حول ما إذا كان يرى تضارباً في المصالح بقي بلا إجابة. أجابت شركة أغرافس كتابة: لم تشهد على تضارب في المصالح لدى رورينغ أو هولزنكامب، مضيفة أن السياسيين يتصرفون وفق ضمائرهم. محطتنا التالية هي بروكسل. يهدد الاتحاد الأوروبي بإجراء قانوني ضد ألمانيا منذ شهور بسبب فشل تشريع الأسمدة في توفير الحماية الفعالة لمياه الشرب. قد تواجه الدولة غرامات تصل إلى 850 ألف يورو يومياً إلى أن تقر بتعديل جديد لتخفيض مستويات النترات في مياهها الجوفية. نلتقي بوزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنار في بروكسل. كيف تقيم ارتفاع معدل تأثير لوبي الصناعة؟ عندما تنظرين إلى الأنشطة الثانوية للبرلمانيين في اللجنة الزراعية خاصة من الفصيل المحافظ، الكثير منهم مؤيدون للصناعة، كيف تضمنين التوازن؟ هذا العنصر المؤيد للصناعة جديد بالنسبة لي. إذا كنت تقصد شخصاً يملك مزرعة في دياره، أنا أقصد المناصب التنفيذية في الشركات الزراعية الكبرى. أعرف بأن جيتا كونيمان ليس عضواً في أي مجلس إداري مشرف، ولا مارلين مورتلر أو غيرهما. يجب أن نكون منصفين هنا ونمتنع عن استخدام تصنيفات الأسود والأبيض هذه. هناك مصالح في كل مكان، ووجود المصالح ليس أمراً سيئاً بحد ذاته. من ناحية عليك أن تتمتع بالشفافية، ومن الضروري أيضاً عندما تتخذ قرارات سياسية أن تحدث توازناً بين مصالح المجموعات المختلفة. هل التوازن بين المصالح ممكن عندما يكون للصناعة تأثير قوي على الحسابات المصرفية لدى السياسيين؟ نذهب إلى بون لنسمع آراء خبير في القانون الدستوري في موضوع أعضاء اللجنة الزراعية الذين في الوقت نفسه يشغلون مناصب في الصناعة. أمضى أودو دي فابيو 12 عاماً كقاض في المحكمة الدستورية الألمانية. Die Frage,
إن مسألة ما إذا كان ينبغي السماح للبرلمانيين بتمثيل مصالح أخرى هو سؤال مطروح منذ فجر النظام البرلماني، لكن في حالة مصالح الصناعة الواضحة أو العلاقات الشخصية علينا أن نطرح أسئلة حاسمة، ويجب أن تطرح هذه الأسئلة في البداية في الساحة البرلمانية نفسها وليس عن طريق الوعظ والشيطنة. بدل ذلك دعوة الناس إلى تحسين الشفافية. ما مقدار شفافية شبكة المصالح بين سياسيين الألمان؟ أمضى غويدو نيشفيتس 12 عاماً في تحليل كيفية عمل البرلمانيين وجماعات الضغط جنباً إلى جنب. كشفت أبحاثه عن الروابط المختلفة التالية: أنت بحاجة إلى شخص يجمع ويعالج المعلومات ويتحقق من الحقائق، أمر لا يستطيع المواطن العادي القيام به. في بعض الحالات هناك بيانات عامة غير كافية حول عدد المناصب التي يشغلها الأفراد وحول الصراعات وتضارب المصالح، وهذا يجعل من المستحيل معرفة من الذي يقوم بالوظيفة وأين. بينما تتوفر المعلومات لعامة الناس، يصعب فك رموز التفاصيل. نزور في برلين معرض الأسبوع الأخضر، وهو واحد من أكبر معارض الزراعة العالمية وفرصة للأعمال الزراعية للفت انتباه الجمهور. إنه أيضاً حدث منظم للقاء وزراء الصناعة وأصحاب المصالح في الصناعة، وعضو جماعة الضغط الأكثر أهمية من بينهم جميعاً هو يواكيم روكفيد، رئيس جمعيات المزارعين الألمانية والأوروبية. يتركز عمله على العلاقات الودية مع السياسيين. إنه يعتبر واحداً من أهم الأفراد المؤثرين في قطاع الزراعة. لدى روكفيد مجموعة من الروابط في الصناعة. إنه يشغل أكثر من 10 مناصب رفيعة في مجموعة من الشركات المختلفة وجماعات الضغط، من المصارف إلى موردي الأسمدة وزود سكر، أكبر منتج للسكر في العالم. يمتد نفوذ روكفيد إلى ما وراء حدود ألمانيا. يذهب إلى برلين أيضاً فيل هوغان. المفوض الأوروبي للتنمية الزراعية والريفية هو اللاعب الأساسي في منح الدعم الزراعي. يواكيم روكفيد متشوق للقاء المفوض. في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كان تصويت لجنة الزراعية على الدعم مقرراً بعد أسابيع قليلة. القطاع الأكبر في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كيف كان تقدم النقاش حول توزيعها؟ قدم المفوض فيل هوغان اقتراحاً سوف يحافظ على نظام المدفوعات القائمة على المساحة. في اجتماع اللجنة نلتقي من جديد بثلاثة أعضاء ألمان في البرلمان الأوروبي: المحافظ ألبرديس، رئيس موارد كبير لمنتجات الألبان، مارتن هوسلينغ من حزب الخضري ومزارع عضوي، وماريا نويشيل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومعلمة مدرسة. يدافع المفوض عن النظام القديم: أنا متفاجئ كثيراً من عدد التعليقات التي قدمت حول المدفوعات المباشرة رغم أهميتها البالغة بالنسبة للمزارعين، خاصة فيما يتعلق بقدرة المزارع على البقاء. إنه عدم احترام أحكام المادة 39 من المعاهدة. يعبر العضو في البرلمان الأوروبي مارتن هوسلينغ عن انتقاده للنظام: أشعر بخيبة أمل سيد هوغان. أتفق أيضاً مع محكمة المدققين الأوروبية بأن أهداف المناخ لا يمكن تحقيقها بالعمود الأول من المدفوعات. لم أجد نقطة ملموسة. ربما يبدي السيد هوغان اهتماماً، لم أنتهي بعد. من اللطف أن يستمع السيد هوغان إلى ما يود الأعضاء قوله. نحن نستمر كما في السابق، فقط مع بعض العناوين الجديدة. العناوين رائعة، لكن علينا أن نطرح أسئلة هامة حول ما إذا كنا سنتمكن من تغطية الأهداف البيئية وأهداف المناخ. شكراً جزيلاً لكم. أولئك الذين يعرضون المخاوف البيئية يجدون صعوبة في سماعهم هنا. المحافظ ألبرديس يدافع عن السياسة بالتقليل من شأن قيمة الدعم.
إذا تم تدقيق كل النفقات العامة في أوروبا من خلال بروكسل، سوف تمثل الزراعة أقل من 1%. علينا أن نوضح ذلك لعامة الناس، أن الزراعة ليست المستفيدة الأكبر من الدعم الذي يتم تقديمه دائماً. مصالح من التي يمثلها ألبرت ديس يقول بأن على الاتحاد الأوروبي زيادة صادرات الأغذية من أجل إطعام العالم. علينا أن نزيد الإنتاج. بحلول عام 2050 سوف يحتاج العالم إلى أغذية أكثر بنسبة 60%. زيادة الإنتاج لا تعني أن البيئة سوف تتضرر، لأن ليس بإمكانك إثبات ذلك تجريبياً. الدراسات التي تقيم صلة بين المواد الكيميائية الزراعية والأضرار البيئية مشكوك فيها بنظر ديس، الذي ينتقل باستمرار من اجتماع لجنة إلى آخر. في لجنة المبيدات الحشرية على سبيل المثال، يؤيد استخدام مبيد غليفوسات. من هو ألبرت ديس؟ خلال 50 عاماً الماضية، كان البافاري منخرطاً في السياسة الزراعية من مجالس البلدات المحلية إلى البرلمانات الألمانية والأوروبية. أصبح عضواً في برلمان الاتحاد الأوروبي عام 2004. يعتبر ألبرت ديس أيضاً مسؤولاً بعلاقات جيدة. مدير المزرعة المؤهل هو رئيس فخري لاتحاد المزارعين البافاريين. لأكثر من 20 عاماً يترأس واحدة من أكبر شركات الألبان في ألمانيا، بايرن لاند. إنها تنتج الأجبان لأجل سلاسل الأسواق المركزية وللتصدير، وتنشر مبيعات سنوية تتجاوز 1 مليار يورو. إضافة إلى ذلك، العضو في البرلمان الأوروبي، عضو في المجلس الاستشاري في أكبر تكتل زراعي ألماني، بايفا آجي، الذي يمارس أيضاً أعمال تصدير كبيرة للأغذية. لا يستطيع ألبرت ديس أن يرى تضارباً في المصالح. إنه لا يرى مشكلة في التوفيق بين منصبه التنفيذي في الشركة المنتجة للألبان مع مسؤولياته كعضو في البرلمان الأوروبي. لكن أعضاء آخرين في برلمان الاتحاد الأوروبي لديهم وجهة نظر منتقدة لقربه من الصناعة، منهم العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماريا نويشل. هل يوحي سجله في التصويت بأن هناك شخصاً آخر يصوت في الخلفية؟ بالتأكيد، يستخدم السيد ديس بشكل متكرر كلمة نحن. نحن نعتقد أن، وأقول دائماً سيد ديس أو ألبرت، من نحن هذه المرة؟ حزبك أو اتحاد المزارعين أو التعاونية الزراعية أو شركة الألبان التي ترأسها؟ تصبح كلمة نحن هذه مبهمة دائماً عندما يجادل. نحن نعتقد أن، عندها ألاحظ أن كل أفكاره مترابطة، وكم من الضروري بالنسبة إلى البرلمانيين أن يذكروا أنفسهم بواجباتهم تجاه العامة. نحن لسنا هنا لنحصل على أفضل صفقة نيابة عن شركة ألبان. لم يتم تفويضي من قبل أحد لأتأكد من أن المدفوعات المباشرة سوف تذهب إلى المزارعين مع الحد الأدنى من القيود المرفقة. أنا هنا لتنفيذ السياسة الزراعية لأجل جميع السكان. نعود إلى مكاتبنا في كولونيا. كيف يمكن للبرلمان أن يتخذ قرارات متوازنة بينما تخضع اللجان لهذه الهيمنة من قبل مصالح الصناعة؟ إذا وضعنا الأوراق الثلاثة فوق بعضها، سوف نحصل على صورة لكيفية عمل النظام. تظهر الصورة الكاملة شبكة من الروابط بين الشركات الأساسية وجماعات الضغط والسياسيين. يجلس الممثلون عنهم في اللجان نفسها، حيث يمكنهم تنسيق استراتيجياتهم. تطورت هذه الروابط خلال عدة عقود، مشكلة نظاماً ثابتاً يقاوم الآن الجهود لتعديله. بروكسل، يبعد التصويت الآن عدة أيام. التوتر واضح في مكاتب مارتن هاوسلينغ، ونحن لسنا الطاقم التلفزيوني الوحيد الموجود هنا. هل سينال الأغلبية لأجل قضيته؟ اللجنة منقسمة في اتجاهين، في النهاية سوف تقرر حفنة من الأفراد نحو أي اتجاه ستؤول الأمور، وهذه هي المرحلة التي سنتساءل فيها هل سنحصل على الأغلبية أم لا. الأمر مثير لأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. تعمل ماريا نويشل أيضاً على اقتراح للجنة الزراعية يهدف إلى كشف التضاربات في المصالح. نصف الأعضاء في برلمان الاتحاد الأوروبي في اللجنة هم مزارعون،
وهم بهذا يستفيدون مباشرة من الدعم. تقول ماريا نويشيل إن التضارب في المصالح حتمي. كنت مستشارة المدينة في روزنهايم لأكثر من 10 أعوام، وكانت هناك قضايا كان عليك أن تعلن فيها أنك غير مؤهل بسبب التحيز. لنقل إنك تبحث عن خطط لتقسيم مناطق من أجل تطوير موقع محدد، وتصادف أنك تمتلك أرضاً هناك. الإدلاء بصوتك أمر مخادع ومحظور، إنه تضارب في المصالح. في اجتماع للبلدية سيكون من الطبيعي أن تتراجع بكرسيك وتشير إلى أنك تمتلك أرضاً هناك، وهذا يضعك أمام تضارب في المصالح. اعتقدت أن الوضع سيكون كذلك في البرلمان الأوروبي، لكنه ليس كذلك للأسف. هناك قواعد سلوكية في البرلمان الأوروبي، إنها تنص على أن على الأعضاء في البرلمان الأوروبي الكشف عن أي تضارب في المصالح كتابياً، لكن في النهاية لا تترتب على هذا عواقب على التصويت حول السياسة الزراعية العامة في الاتحاد الأوروبي. في أبريل عام 2019 تتخذ لجنة الزراعية القرار لصالح العمل كالمعتاد لدعم الأراضي. حوالي نصف الأعضاء المصوتين لديهم صلات بالصناعة. تكلمنا ثانية مع خبير القانون الدستوري أودو دي فابيو، الذي يدعو إلى المزيد من الشفافية في النقاش في بروكسل وبرلين. يأتي الضغط من اتجاهات مختلفة، وهو جزء من النظام البرلماني، لكن يجب أن يكون مرئياً وألا يحدث في الظلال. إذا حدث خفية وتم كشفه فجأة، سوف يدمر ثقة العامة. يعتقد دي فابيو أن التنظيم الذاتي نهج معقول، نوع من امتحان موحد للضمير. تعلمنا من بحثنا أننا في حاجة إلى قوانين أفضل للشفافية، إضافة إلى قواعد سلوكية للحالات التي يستفيد فيها السياسيون مالياً من قرار. فوظائفهم الثانوية المسموح بها في الصناعة تضعف مصداقية الديمقراطية.